عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة في كل مكان، نلتقي بكم أسبوعيا في برنامجكم عائلتي. أهلا ومرحبا بكل أب وكل أم، كل زوج وزوجة، كل شاب وفتاة. كالعادة نحدثكم في أخطر وأهم وأدق مواضعكم الأسرية، هذه المواضيع التي تهم كل فرد من أفراد الأسرة. نلتقي بكم كل أسبوع ونحمل معنا كل معلومة هامة نجمعها من شتات الأرض، من عصير الخبرة، نجمعها في باقة واحدة لنقدمها لكم في وجبة دسمة تأكلوها لتفرحوا معنا بعائلة سعيدة تملأ جوانب البيت بهجة وفرح. عزيزي المشاهد، ندعوك أن تجلس معنا تسمعنا وتدرس. ندعوك أن تطبق كل كلمة تسمعها مع زوجتك، مع زوجك، مع أولادك. ندعوكم كالعادة إلى مواضيع تهم كل فرد من أفراد الأسرة. ما زلنا يا أحبائي في سلسلة من أهم سلاسل هذا البرنامج، طلبتوها مننا كثيرا، سلسلة التربية، فن التربية. وكالعادة موضوعنا النهاردة خطير لا يقل أهمية عن كل المواضيع السابقة في سلسلة التربية. نلتقي مع هذا الموضوع الهام. عنوان هذا الموضوع نسمعه سويا بعد الفاصل. عزيزي المشاهد، أهلا بيك معنا في برنامج عائلتي، برنامجك اللي أتمنى يكون كل أسبوع بيضيف بسمة صغيرة إلى أسرتك الكبيرة. برنامجنا النهاردة برنامج العائلة، هو برنامج يخصك، والموضوع بتاع النهاردة يخص أولادك. موضوعنا النهاردة عن فن التربية بعنوان النفس المنحنية. يقول داود في مزمور 42 ثلاث مرات هذا التعبير الهام: يا إلهي نفسي منحنية، نفس منحنية. أحبائي، كل نفس فينا مخلوق رقيق حساس زي الزهرة الجميلة، ينمو بالرعاية والرفق. كلمات الذم واللوم والإهانة تكسر النفس وتحنيها وتدمر كل ما يوجد فيها. عشان كده أحبائي عاوزين نتكلم النهاردة عن النفس كشريط حساس. عاوزك تبقى عارف ان عقلنا، ذهننا، عبارة عن شريط كاسيت بيتسجل على هذا الشريط كل الكلمات اللي بنسمعها طول النهار. وعشان كده يمكن بعضكم احيانا بيسألنا سؤال مهم يمكن يوضح لنا قوي الفكرة اللي انا بقولها كده. يقول لي انا بالليل بيجي لي احلام، بقعد احلم ولاقي نفسي اثناء الحلم عمال اقول كلام او اشوف صور ومشاهد وذكريات، ببقى مش فاهم كتير من الحاجات دي. اقول له انت عارف كتير من الاحلام اللي بتحصل لنا بالليل هي عبارة عن استدعاء الذكريات اللي تم تسجيلها على شريط النفس طول النهار، واحيانا من ايام واسابيع وسنوات سابقة. النفس ريكوردر، كاميرا، فيديو، بتسجل كل حاجة صوت وصورة وتخزن، تشيل في فايلات. وعند اوقات محددة، اوقات الالم، اوقات الضيق، اوقات الاحتياج، احيانا بدون مناسبة، تطلع الفايلات دي عشان تبان تاني بعد ما كانت نامت من ايام وسنين طويلة. عشان كده بنقول ان هذا الشريط الحساس يا اصدقائي هو ارشيف النفس، ارشيف محطوط، ارشيف عبارة عن هارد ديسك زي بتاع الكمبيوتر، متخزن عليه كل ما تم يعني اختباره في الحياة. وعادة يا جماعة لما بندير هذا الشريط بنسمع عليه كل ما تم تسجيله. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، ماذا قلتم لأولادكم منذ طفولتهم؟ قلت لهم إيه؟ سجلتوا إيه على أذهانهم؟ سجلتوا إيه على شريط الذهن بتاع الطفل؟ قلت له يا فاشل، يا مهزوم، يا تافه، ما انتش فالح، انت غبي، انت أحمق؟ ولا قلت له انت بطل، انت عظيم، انت كبير، انت متميز؟ أحبائي، إنها كلمات الماضي السلبي الذي تم تخزينه في أرشيف العقل الباطن. هذا ما نصنعه في أولادنا، وهذا هو درس اليوم، نفس منحنية. كتير من الأباء والأمهات يبصوا لولادهم يلاقي نفوس ولادهم مكسورة، محنية، بيصرخوا مع داود بيقولوا يا إلهي نفسي منحنية فيه. والغريبة
الحقيقة اللي لازم كل واحد فينا يعرفها، انه بعد ان يتم تسجيل هذه الكلمات ثم يكف الاب، الاب يبطل بقى خلاص، هو بطل يقول لابنه انت فاشل وانت غبي وانت احمق والى اخر هذه السلسلة، اذ بينا نفاجأ ان الولد لوحده يقول لنفسه هذه الكلمات دون وجود الاب له. يعني ايه؟ ما انت سجلت له، ويا خير ما سجلت، كتبت له على عقله انه مهزوم، انه فاشل، انه احمق. وبعد ما بطلت تتكلم الولد سجل، وبيني وبينك الولد هيجيب منين معلومة عن نفسه الا منك؟ عشان كده انا بقول لكل اب وكل ام، انت مراية لابنك. تعرفين يا جماعة المراية الجسدية، انت عشان تشوف نفسك بتبص للمراية، فبتستقبل من المراية صورتك، من غير مراية ما تعرفش انت مين. انت لابنك وانت لبنتك، او احنا الاتنين لولادنا، عبارة عن مراية. الولد بيبص فيك يستقبل عن نفسه صورة اسمها الصورة الذاتية، السلف ايمج. وعندما يستقبل هذه الصورة يستقبل معها كلمات انت قلتها له عن نفسه، فيظل هذا الولد يعيد السلف ايمج الصورة الذاتية، ويكرر السلف توك الكلمات الذاتية. يعني ايه السلف توك؟ يعني انت قلت له انت غبي، ده انت اللي قلت، هو سجل، يقعد بعد شويه عارف يعمل ايه، يقول ايه؟ انا غبي. الله، طب ايه ده اسمه سيلف توك. ليه؟ لانه بيكرر كلماتك. كتير من الاباء والامهات بيتهيألهم انه لما يقول لابنه هو غبي هيخليه ذكي. اسف اقول لك، انت تسيء الى ابنك، انت تكسر ابنك، انت بتخلي نفسه منحنيه. يحكي لنا الكتاب المقدس عن قصه حدثت في سفر صمويل تاني الاصحاح الرابع عدد 4، قصة لحفيد شاول الملك اسمه مفيبوشس، او ابن يونسان ابن شاول، يبقى حفيد شاول. مفيبوشس كان ولد، هذا الولد كان عمره 5 سنوات. وبعدين المربية بتاعت مفيبوشس حطته على الدب، على الحمار، سمعت خبر حرب فراحت حط الولد على الحمار وراحت واخدة الدابة وانطلقت هاربة. ولأنها مربية تتمتع كالعادة بقدر من الإهمال، إنها مش الأم، ابنها مش ابنها، لا ده مش ابنها، وبالتالي بتجري وقت الحرب، ما يقع يموت يتكسر. المهم اللي حصل اللي احنا كنا خايفين منه، وقع الولد. ولما وقع الولد وقع على ظهره فانكسر ظهره، فأصيبت رجلاه الاثنين بالشلل وأصبح أعرج. القصة دي تقروها في سفر صمويل تاني صح الرابع عن عرج مفيبوشس، صار أعرج من كلتا رجليه. أيها الأب أيتها الأم، كتير مننا بيهملوا تربية أولادهم. يوناثان كان إنسان هايل، ولكنه لم يكن متفرغا لابنه، فساب المربية تربيه. درس هام جدا لكل أب وأم بيهملوا تربية أولادهم. مين اللي رباه؟ مربية؟ ليه مش فاضياله؟ مش فاضيله؟ في بيوت كتيرة مش فاضية لأولادها، طول النهار بره، يقولك ما أنا بشقى عشان أوكلهم، ما أنا بشقى عشان أأمن مستقبلهم. أمنت مستقبله ماديا ودمرته نفسيا. تستفيد إيه النهاردة لو جبت لابنك فلوس ورجعت البيت لقيت ابنك أعرج، تركته بين أحضان الإهمال، ما اديتوش وقت، ما قعدتش معاه، ما فرحتش بيه. ياما أبهات بيسافروا للخارج ويسيبوا أولادهم، ياما أمهات يشتغلوا طول النهار وطول الليل وولادهم بيتربوا في أحضان الخادمات أو بين أصدقاء السوء أو أو أو. أحبائي، نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى دفء الأسرة. ابنك مسؤوليتك، وإذا الابن وقع وهو عمره 5 سنوات زي ما كانت القصة بتقوله بقى أعرج، هتعمل إيه بيه بقيت عمره؟ اسمع مفيبوشس وهو يتحدث عن نفسه. عارفين مفيبوشس ده؟ داود بعت له في سفر صمويل تاني صح 9، قال له تعالى عاوز أعمل معاك معروف، حب يكرمه. أصل مفيبوشس ابن يونسان، يونسان ده كان إيه؟ صديق داود الألصق من الأخ، حبيبه. فإذا بداود يستدعي ويطلب مفيبوشس، عارفين مفيبوشس قال له إيه؟ تعبير صعب جدا جدا عن نفسه. قال له من أنا حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ اسمع التعبير كده، كلب ميت. يعني مفيبوشس بيوصف نفسه انه كلب ميت. شايفين باصص لنفسه ازاي؟ انه بلا قيمة، حاسس انه وحش قوي، انه ضايع قوي، انه قبيح قوي. جابها منين؟ ما دي صورته عن نفسه.
واحد مهمل في البيت، لا شاف بابا ولا شاف مامته، ما سمعش كلمات الإطراء والمديح والتشجيع. عزيزي الأب والأم، عملتوا إيه في ولادكم؟ لو سألت ابنك، أنا فاكر مرة لا أنساه، كنت قاعد مع مجموعة من الولاد وكان معايا مجموعة من الخدام والخادمات، فحبيت أعمل كده توضيح لفكرة الصورة الذاتية، ماذا يقول الإنسان لنفسه. فسألت مجموعة الولاد دول سؤال، جرب كده اسمع معايا السؤال وحاول تسأله. فسألت الولاد، قلت لهم يا جماعة لو كل واحد فيكم تمنى أن يكون حيوان من حيوانات الغابة أو حيوان من حيوانات جنينة الحيوانات، تبقى إيه؟ فولد قال لي أنا أبقى أسد. برافو. تاني قال لي أنا أبقى نمر عشان أجري بسرعة. برافو. بنت قالت لي أنا أبقى زرافة عشان رقبتي تبقى طويلة. برافو. واحدة قالت لي أنا أبقى طاووس عشان الريش بتاعي جميل. برافو. وين لقيت واد مقروط صغير كده مش باين من الأرض، قال لي أنكل. قلت له نعم. قلت له أنت نفسك تبقى حبيبي؟ قال لي أنا نفسي أبقى صرصار. قلت له إيه؟ قال لي صرصار. قلت له خير إن شاء الله، في إيه يا حبيبي؟ الحيوانات قدامك قد كده يعني، اختار حاجة، أسد نمر بتاع. أي لا، أصل بابا طول النهار في البيت وماما يقولوا لي تعالى يا صرصار، روح يا صرصار. هل صنعت من ابنك صرصار؟ أشوفكم بعد الفاصل. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، كل أب وأم بيسمعوني النهاردة، نتحدث معكم في أخطر المواضيع التربوية، وموضوعنا النهاردة عن النفس المنحنية، إن إحنا بنتسبب في كسر نفوس أولادنا بالطريقة اللي إحنا بنقولها لهم، لأن اللي إحنا بنسجله على شريط نفوسهم الحساس بيتحول فيما بعد إلى مادة تكرار، يكرره ويقول من غير ما تاخد بالك الكلام اللي انت قلته له، وبالذات اذا كان هذا الكلام عفويا، يعني لو بتقوله له قصدا يكرره وعفوا يكرره، يعني عارف لو انت قاعد مثلا بتقول الكلام ده في غيبته هو سمعك بالصدفة يبقى اسوأ. مرة قريت قصة عن واحدة بنت عمل معها واحد صحفي تحقيق، صحفي من الصحفيين المشهورين في امريكا، ابتدى يلف على الولاد ويسأل السؤال التقليدي اللي بنسأله لأولادنا، تحب تبقى ايه لما تكبر؟ واحد يقول دكتور، التاني يقول محامي، التالت يقول طيار، يحبوا قوي كلمة طيار، حد يقول عسكري، ظابط. فالمهم هذا الصحفي راح للبنت دي فسألها تحب تكوني ايه لما تكبري؟ فالبنت قالت له عاوز ابقى غسالة. فالصحفي استغرب قوي، قال لها ايه غسالة دي؟ ايه غسالة؟ أتاري مامة البنت دي بتشتغل غسالة في البيوت، بتروح البيت ميد خدامة بتغسل وتنظف يعني. أتاري الأم حضر الحوار، فراحت الأم بصت للبنت قالت لها غسالة إيه يا بنت؟ ما تقولي دكتورة، تقولي محامية، قولي حاجة كده كبيرة، احنا بنسجل مع الأستاذ الصحفي يعني. ففوجئت الأم لما الصحفي أعاد عليها السؤال مرة تانية تحبي تبقي إيه لما تكبري، بصت له قالت له عاوز أبقى غسالة عند رئيس مجلس إدارة. يعني لما حبت ترفع نفسها ما عرفتش ترفع نفسها، رفعت مستوى الناس اللي بتشتغل عندهم. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، بتقولوا إيه لأولادكم؟ الكلمة اللي بتقولها بتتسجل، وحيكرر نفس الكلمة بعد كده لنفسه لما يكبر. عشان كده أحبائي هناك أمر مهم جدا نخطئ فيه كثيرا في تربيتنا، وياريت الخدام اللي بيسمعوني دلوقتي ياخدوا بالهم من هذا الكلام. أحيانا عندنا بيحصل خلط روحي بين كلمة الاتضاع وكلمة الانكسار، بيحصل خلط أحيانا من غير ما بناخد بالنا، بنعلم الناس الاتضاع بطريقة غلط، وكأن على المتضع أن يهين نفسه ويكسرها ويزلها ويرى كل ما فيه سيء. مين قال ان ده الاتضاع؟ هذا مفهوم خاطئ عن الاتضاع. دي نفس الكلمة اللي قالها ما في بوشث اللي قلناها من شوية، انا كلب ميت. هذا امر غير مقبول، غير مقبول ان تهين نفسك لانك انت صورة ربنا. امال مين المتضع؟ المتضع هو من يعرف ضعفه وينسبه الى نفسه، ومن يعرف فضائله وينسبها الى الله. ده المتضع، ده اللي عنده هذا التوازن الرائع.
انه انا وحش لكن المسيح اعطاني حاجات جميلة، فانا ارى نفسي انها نفس لا تستحق شيء، فاقول عن روحي انا ما استاهلش، ولكن اقول بنعمة ربنا انا ما انا. عشان كده بولس يقول حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي، يعني انا ضعيف وقوي في نفس الوقت. انما تبتر الحقيقة تقسمها نصين، ابقى انا طول النهار وحش وخاطي ومكسور ومزلول، مين قال كده؟ انا بنعمة ربنا قادر. ده بيفكرني بقصة جدعون، الكلمة اللي جدعون قالها عن نفسه وشرح فيها رؤيته الذاتية، صورته الذاتية. جدعون كان شاب صغير، كان قاضي لإسرائيل، وكان عايش أيام المديانيين كانوا محتلين شعب بني إسرائيل، فربنا دعاه عشان ينقذ شعب إسرائيل من المديانيين، فقال له تعالى يلا عشان تبتدي معايا قصة خلاصهم. فجدعون يرد على ربنا في سفر القضاء إصحاح 6 عدد 15، يقول له هذه الكلمات الهامة اللي بتورلنا قد إيه جدعون كان مستصغر نفسه، يقول له كده: ها عشيرتي هي الذلة في منسة، وأنا الأصغر في بيت أبي. عشيرتي الذلة وأنا الأصغر، تعرفين أصباط إسرائيل كانوا 12، أصغر سبط كان سبط منسة، جدعون من سبط منسة يعني من أصغر سبط، وبعدين سبط منسة متقسم إلى عائلات أو عشائر، هو كان من أصغر عشيرة في السبط ده، وبعدين جدعون نفسه كان أصغر أخ، فكأنه بيقول لربنا أنا أصغر أخ في أصغر عشيرة في أصغر سبط، فكان حاسس انه قليل جدا جدا جدا. احبائي، احساسك بالقلة هو سر من اسرار الضعف، وهذا الامر تم غرسه في نفوس اولادنا اننا طول النهار بنقلل منهم. بص بقى ربنا لما يكلم جدعون يقول له ايه، يقول له الرب معك يا جبار البأس. شايفين ربنا بيعمل ايه في جدعون؟ بيرسم له صورة جديدة عن نفسه، اني اكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد، قضاء 6:16. وكأن الله يدعو جدعون أن يرفض هذه الصورة المهزومة، أرفضها في ابنك، بص لابنك وقول له مع المسيح اللي قال لبطرس أنت بطرس، تخيل كده المسيح بيكلم بطرس أنت صخرة، روح النهاردة قول لابنك، بص لبنتك أنت بطل، أنت قوي، أنت جبار، أنت رائع، أنت ذكي. لما تيجي تبص لابنك طلع منه الطاقات الكامنة المدفونة عشان ابنك يصدقها ويتحرك عليها. طبعا هذا ليس معناه ابدا ان احنا نقول الكلام ده لاولادنا هم غلطانين، محدش قال كده، لكن انت اذا حبيت تمشي على القاعدة 90% من يومك تشجيع 10% توجيه، ولا يوجد لوم ولا تقريع ولا اهانة خالص، تشجيع 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 تشجيع، طلع منه أحلى ما فيه. شوف بولس يقول عن نفسه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، كورنثوس 2:12-10. في سفر يوئيل يدعو الله الشعب أنه يكلموا أنفسهم بلغة القوة، ليقل الضعيف بطل أنا، قل لروحك أنا بطل. أدي الدعوة، دعوة مسيحية ودعوة تربوية، امتدح ابنك، قل لابنك أنت قوي أنت تقدر. يقول كده بولس الرسول: فبكل سرور أفتخر في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. الاتضاع ليس معناها الانكسار والهزيمة. عشان كده يا جماعة عايزين نبتدي نفهم مفاهيم مهمة جدا في تربية ولادنا، ان ابنك يكبر انت تحرك فيه الطاقات الكامنة، قل له انت ابني انت قوي انت منتصر، هكذا يستجيب ابنك ويعيد تسجيل هذه الكلمات الإيجابية، وبعدين يقولها الروح في غيبتك، هكذا أنت تحرره من سلبياته وتطلق فيه حياة الإنجاز والنجاح والفرح. أشوفكم بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين في برنامج عائلتي، أهلا ومرحبا بيكم في الفقرة الخاصة بجواباتكم. بنشكركم كثيرا جدا على تعاونكم معنا وعلى تجاوبكم الجميل الرائع وعلى كل الخطابات اللي بتشكرونا فيها، والحقيقة البرنامج ده يعني أقول فضلة خيركم، فضلة صلواتكم لأجلنا ولأجل ضعفنا، ولولا محبتكم ولولا يعني الدعم والتشجيع والكلمات الحلوة ما كناش قدرنا نستمر معكم كل هذه الفقرات، ولذلك احنا بندعوكم أن تصلوا لينا باستمرار تتواصلوا معنا، البرنامج ده مننا وليكوا وليكوا ولينا،
فعشان كده يا ريت دايما نبقى على اتصال وعلى تواصل وعلى جوابات وعلى تليفونات. اشكركم ايضا على التليفونات الكتيره اللي بتجيلنا وبتشجعنا، واشكركم ان عينيكم بتشوف الحاجات الحلوه اللي فينا لانه انتوا عينيكم حلوه. النهارده انا عندي ميل مهم حقيقة عايز اقراه، لانه ميل يعني بيحكي لنا مشكله متكرره في كثير من الكنائس. احد الاحباء برضو مش بنقول اسمه حسب طلبه بيقول انا اشكركم على البرنامج، واحنا كمان بنشكرك، ربنا يعوض تعب محبتكم. بيقول انا في الجامعه بيخدم في كنيسه من الكنائس، اثناء الخدمه اعجب بفتاه مؤدبه ومحترمه معاه في نفس الكليه بس اصغر منه، وبعدين ذهب وتحدث مع الفتاه عن اعجابه بيها، وكان بيته ابوه وامه يعني عارفين انه معجب بالبنت، ولما اتكلم مع البنت لقاها ايضا متجاوبه معاه، فقلت لها ان البيت يعرف، وهي قالت لي انا كمان قلت للبيت، فالعائلتين اصبحوا على علم بهذا الموضوع، واتفقنا على ان نتقابل في الكنيسه ولكن لا نقف وحدنا بل في مجموعه من الشباب والشابات، وهذا ما حدث. وان بيقول انه ابونا زعل مني وابتدى يعني يكلمني او يلفت نظري، فانا اتكلمت معه فقال لي ان الخادم لا يجوز ان يقف مثل هذه الوقفات، مع العلم ان الوقفة كانت بكل ادب واحترام، وعشان اكون صريح معاك كان الوقفة احيانا في مواعيد الاجتماع العام بالطبع غلط، فكلمني مرة اخرى. انا اشكرك انك انت مدرك يعني اخطائك. فقلت له حاضر، ووعدته ان الوقفة لا تكون في ميعاد الاجتماع. عرفت بعد ذلك انه مش عاوزني اقف او اتقابل مع اصحابي سواء شباب او شابات، فقلت له موضوعي مع الفتاة اللي اعجبتني، فقال له اما تختار الخدمة او الوقفة، وقال لي لو عاوز اقف في مكان تاني مش هيبقى في الكنيسة، ما ينفعش كده عشان ما نعثرش الناس، وما يقال من كلام علينا وعلى مجموعتنا، ومن اللحظة دي لنقف مع بعضنا. وظل هذا الكاهن يعني ينبه علينا هذا الكلام، وانتشر الكلام في الكنيسة. ارجو من حضرتك الرد على هذا الموضوع. عزيزي الشاب اللي بيسمعني، صاحب السؤال والكل إنسان بيسمعني الحقيقة، أريد أن أنا أنبه على أمر شديد الحساسية. أحيانا يا جماعة بنتصرف تصرفات ما بناخدش بالنا منها وبتسيء إلى الكنيسة كلها. إحنا مجتمع شرقي ومجتمع روحي، ولما بنقف مع بعض في الكنيسة كإخوات فيش أي مشكلة. المشكلة بتحصل إزاي؟ ان احنا بنتصور انه جلوسنا مع بعض او وقفتنا مع بعض في الكنيسة محدش واخد باله منها. كنيسة مجال عبادة، مجال صلاة، مجال نشاط، مجال تعارف، لكن ان احنا نقف وقفات نتكلم فيها مع بعض بشكل يسيء الى يعني المظهر الجميل الحضاري بتاع الكنيسة، ده امر غير مقبول على الاطلاق. حتى لو كان الموضوع في جماعة، لان ما احنا ممكن نبقى واقفين جماعه وكل ولد عمال يتكلم مع بنت بطريقه لا تليق يعني. هذا الامر انا بناشد بيه كل ولد وبنت بيسمعوني، انتوا في الكنيسه موجودين علشان تلتقوا بشخص المسيح وتقفوا مع اخواتكم وقفات اخوه، انما ان كل واحد يتمادى في العلاقه وما ياخدش باله ونهزر بطريقه معينه ونقول تعبيرات معينه، هذا امر غير مقبول على الاطلاق. وعاوز اقول لكم حاجه، كتير من الناس ابتدت تتكلم في هذا الموضوع، مش بس في كنيستك، في كنائس أخرى، ولو تعرف الكلام اللي بيوصل للأباء الكهنة عن هذا الأمر هتبقى يعني تعذرهم من اللي بيعملوه، من شكاوى الأباء وشكاوى الأمهات وشكاوى البنات. يمكن أنت إنسان حلو ومحافظ وجميل، لكن ده في بنات بتقولنا كلام صعب جدا، كتير من الشباب ما بياخدوش بالهم وبيهزروا بشكل خارج عن اللياقة، ده غير كده وكده كمان، ده دلوقتي الموضوع بقى بره سور الكنيسة، بقوا بيقفوا في الشارع واللي رايح واللي جاي بيلفت نظرنا لهذا الكلام. يا جماعة انتوا صورة للمسيح، البنت دي اخت ليك والولد ده اخ ليك، ولازم نبقى ملتزمين ومحافظين لأجل أمانة الشهادة للمسيح. عشان كده أبونا اللي قاله أنا بشكره جدا عليه، ومش عاوزك تزعل، لأنه حتى لو قال أنت يعني متخيل أنه أبونا قال عليك كلام، لا، أبونا ما بيقولكش أنت، أبونا بيتكلم على مبدأ عام. وفي نفس الوقت حتى لو انت كنت فاهم ان انت يعني مكلم العيلتين، طب مين يعرف؟ يعني مين يعرف انك انت مكلم العيلة دي ومكلم العيلة دي؟ ده كلام بين العائلتين. عاوز تقابل البنت في معرفة خاصة او في بتتقدم لها او غيره، ده كلام تعمله في بيت البنت بعلم باباها بتدبير خاص، لكن ما ينفعش يتعامل جوه الكنيسة بشكل انه يبقى فيه ايه ثنائيات. ولذلك يا احبائي نحذركم، معلش يعني
اسمعونا كويس ان هذا الامر ما ينفعش، اقفوا مع بعض كاخوات، اعملوا مع بعض نشاطات، انما كل ولد ينفرد ببنته نقعد نتكلم بالربع ساعه وبالنص ساعه وناخد وندي، والناس اللي معديه تقول ده ايه، انت يرضيك ان لو دي اختي ليك تقبل على نفسك ان اختك تقف الوقفه دي؟ لو في حاجه رسميه اهلا وسهلا، والناس فاهمه ان ده خطيبته او ده خطيبها وبيتكلموا مع بعض، وحتى الخطيب والخطيبه جوه الكنيسه ده ليس مكان للتسامر، ولا احنا كنيسة نخش نصلي سلم على بعض اهلا اخبارك الحكاية ومع السلامة، في اماكن لهذا الكلام. عشان كده يا جماعة كل ما نقدس الكنيسة كل ما الكنيسة تدينا بركة. عشان كده صديقي الشاب اللي بتسمعني، احرص على كل بنت في الكنيسة لانها اخت ليك، احترم مشاعرها واحترم ايضا قداسة المكان، وخلي بالك ان في اعتبارات كتيرة تتحط قدامك، الناس بتقول ايه، الناس خارج الكنيسة بتقول ايه. الكتاب يقول كده لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، يعني مفيش عثرة. والكتاب يقول ان كان اكل لحم يعثر اخي فلن اكل لحم الى الابد. وبعدين الكتاب يتكلم على العلاقة بالاخرين كده، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، لاحظ سيرتك، الناس بتقول عليك ايه، ليكون له لكم شهادة حسنة للذين هم من خارج. الناس لما تعدي تقول دول ولاد ربنا، انما للأسف احنا حصل عندنا تجاوزات كتيرة، ودور ابونا ودور الخدام ودورك انت قبل ابونا والخدام انك تعمل الكلام ده من غير ما يتقالك. ربنا يديك نعمة تبقى حريص وامين، مفيش مانع انك انت تلتزم بهذا الانضباط وتحترم قوانين ونظام الاجتماع. اما اذا حصل في يوم من الايام انك انت تقدمت للبنت او لبسته دبل او غيره، اهلا وسهلا بيك، وقفوا مع بعض وتكلموا، الناس كلها فاهمه، فاهم ان دي خطيبتك او دي شريكه حياه المستقبل، محدش هيتكلم. ربنا يبارك عمرك وحياتك ويديك نعمه وبركه، ويدي لكل احبائي اللي بيسمعوني كل بركه ونعمه ان احنا نلتزم ونعيش حياه الانضباط والقداسه مع بعض. اشوفكم بعد الفاصل. عزيزي المشاهد في برنامج عائلتي، أهلا ومرحبا بيك في الفقرة الأخيرة من برنامجنا، فكرة تربوية. فكرة النهاردة يا أصدقائي فكرة هامة جدا، يقول كده بالإبرة تستطيع أن تحفر بئر. صاحب هذا القول الفاتح الغازي العظيم نابليون بونابرت، بالإبرة تستطيع أن تحفر بئر، ده معناه انه بعمل صغير متكرر تستطيع ان تصل الى عمل عظيم. التربية بئر يمكنك ان تحفرها بإبرة، ابتدي مع اولادك من النهاردة وسوف تحصد منهم اجمل واشهى الثمار فيما بعد. احبائي ربنا يبارك عمركم، لكل اب وام بيسمعوني ويعطيكم نعمة تربوا اولادكم في مخافة الرب، تحصدوا منهم اشهى الثمار، يفرحوا معاكم السماء والارض. والى ان نلتقي في حلقات قادمة من برنامج عائلتي، لكم مني ومن أسرة البرنامج أرق التحيات وأجمل الأمنيات.